صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وزي ما احنا متعودين دايما بنبدأ أول فقراتنا بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، وهنبدأها بالأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن أبرزها تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك، وخلال الاتصال تم التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية. وكمان نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء، ووزارة الداخلية كمان نظمت رحلة ترفيهية لعدد من الأطفال ذوي الهمم وذويهم لمشاركتهم الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وتم التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد. وخلال الاتصال نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان اللي بتمثل الأزمة الراهنة بها تحدي بالغ للاستقرار في المنطقة بأسرها. وأعرب الزعيمين عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة مع التطرق في هذا الصدد لجهود إجلاء رعايا البلدين من السودان. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء، وتقدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الغالية وعودتها للوطن الأم مصر. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء، وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية لوزير الدفاع والجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة التاريخية العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان، وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم والازدهار. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. أيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. امبارح نظمت وزارة الداخلية رحلة ترفيهية لعدد من الأطفال ذوي الهمم وذويهم شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاركتهم لاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف لتقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوي الهمم والأيتام وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وفي إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد اللي بتهدف لتقديم الدعم والمساندة لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والارتقاء بقدرتهم الثقافية والمعرفية والحوارية في إطار بناء الإنسان في تلك المناطق. امبارح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نظم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وده في إطار الحرص على خلق جو أسري للمتعافين والعمل على تنمية المواهب لديهم.